لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. اتفضل. يا رمضان لا حالك يا عيش باي عامل ايه؟ ايه عامل لك واحده هنعمل ايه في الدنيا يا حاج محمود عامل ايه؟ الله يخليك يا عم. اتفضل يا سياح اتفضل. عامل ايه يا راجل؟ ايه الحكايه؟ كنت سامع زيط انا كده اللي حصل مصطفى بتاع الشيكات ده لما يبيع جهاز العروسه ده. اي البنت بنت 60 كلب. هاي كانت جايبة من عنده حاجات للبيت مجهزاها. جايبها لبيتك انت؟ ايوه جاهز جاهزت بيتها وبت بيتها لما تيجي. طب ليه الافطار يعني ده؟ قول ايه؟ قول ايه؟ الحريم ما راش حاجة. تقعد على العتبة تتفرش وتقول دي بنت فلان جابت بكذا والبنت فلان جابت بكذا. خربت بيت. طب ليه الفاشل؟ الرجل جه قال لي انا هشكي. قلت من المطعم الوصلات؟ قال هي. قلت له اشكيها. يبقى انت هتحبسها هي على كيف؟ هاي تتحابس في كسحة. تستاهل. في كسحة. تستاهل هاي. ما تمشي على جديكو طه. انا قايل لها هات مثلا جايبه 350 معلقة. قال ايه؟ 350؟ ده هتقعد هي وجثة في بيت. 350 هي تشتغل بين في فرح يعني ايه؟ مش عارف الظاهر كده. يمكن هتشتغل زي جماعة الطباخين دول في الافراح. الظاهر باين عليهم كده. دي فلوس كتير يا عم انتوا ماضيين عليها. انتوا جايبين ايه بالظبط؟ ده من جهاز عروسه يا عم ده. دي جايبه جايبه مش عارف طقم سيراميك 20 طقم سيراميك 20 و20 طقم صين يقطع الصين واللي يجي منها و20 مش عارف ايه و600 عبايه. هتفتح بوتيك بنت 60 الكلب. طب ما تمشي على جديها تجيب من كل نوع حتتين ثلاثة. حتتين؟ ليه ولما يقعد الحريم مع بعض ويحكوا مين اللي هي يعني هي تحك وانت تدفع على كده؟ وناس. بس هتجيب منين تدفع طيب؟ تتحابس. انا مش هدفع انا مال. يعني هون عليك مرة تتحابس على كده؟ في كاسحة يا ابوي ده النهارده قبل بكرة. يخا. والله. مش عايز ساعة خالص. لا في كاسحة. طب وبعد كده يعني بعد ما تتحابس؟ ارتاح. تروح فين وتجي منين انت؟ الا هيوديني ولا اجي. يعني مخك مش هيتقلب ولا حاجه؟ لا لا هنتجوز غير. لا والله في كاسحه. يخ والله ده انت بايعها خالص. اي لا حاول تسدد الفلوس دي. اسدد 350,000؟ امال هتعمل ايه يعني؟ لا انا اقعد ساكت. طب ما الراجل هيشكيك. معانا اجراءات نبيعه عشان نسدد عشان نجوز البيت. انا ما اتجوز. طب يمكن هي عايزه تسترك وسط الناس. لا 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 خليني مفضوح مالهاش دعوه. ما انا معايا البيت يا عم جابوا لها على الجد. عليه الحريم تتفشخر وتقول جبنا وعدنا. يقعد على حلو مطر الرجاله شارب السم. بص ده منظر الراجل ده كان زي الورده وعدم. الحريم قتلته. بص ده عدم يا عين زي بعض. يديك ربنا ويسدد وهتزعل. بص ادي اخره اللي يمشي ورا الحريم ويتبح. جيت الخالص هذا كان زي القمر يا عين. يقويك ربنا على اللي معاك. سلام عليكم يا عم. اقعد ادق مربعات. انا راح امشي. طب في كاسه. لا تعطيك على الحريم اللي يجيبوه. انا جاي لي الثاني يقول لي انت عارف ايه يعني جرى. انت مالك انت اللي يجيب اللي يعني. العظيم ده هيتجري. الحمد لله يا عم روحتك يا الله انا اكرم. انت مالك اللي يجيب واللي حاط. جرب. يا راجل بارد يقرف كيف. انت مالك مال اللي يجيب مال اللي يعني. جرب. انت اما تقول ايه انا باكي عليك وانت ما تقول ايه انت؟ ده انا مش عليك انت. امال على مين البارد؟ ده على مصطفى. انا باكي عليك الحريم هتحبسك وانت ما عندكش دم. الحريم هتحبسك وانت ما عندكش دم خالص. ياك يشيلوك طين يا اخي. ياك يشيلوك طين. يشيلوك طين.